احتفالاً بانتصارات الجيش العربي السوري والحلفاء، أقيم عرساً جماعياً في مدينتين نبل والزهراء لأكثر من 60 عريساً في رسالة للعالم أنهم ثابتون في أرضهم وأن ما يحقق من انتصارات ترفع عزيمتهم. بمناسبة انتصارات جيشنا الجيش العربي السوري، هذه الانتصارات التي امتدت من تدمر عروسو البادية السورية والتي وصلت منها إلى حميميم ومنها إلى دير الزور دير الصمود، بمناسبة هذه في هذه المناسبة تزف مدينة نبل حوالي 70 عريسا في عرس جماعي لا مثيل له في المنطقة الشمالية. لنقول لكل العالم أننا ثابتون في هذه الأرض وأننا أهل هذه الأرض وأن الانتصارات التي تحققت والتي سوف تتحقق لن تزيدنا إلا إيمانا بهذا الوطن وإيمانا بهذا الدين العظيم وإيمانا بالأخوة التي نعيشها في أرجاء هذا الوطن. نسأل العرسان الذين كان زفافهم بهذا الحفل أكدوا أنهم أرادوا المشاركة فيه احتفالا بالانتصارات ليعكسوا الإلفة التي يمتاز بها السوريين وصمودهم خلف جيشهم لزرع الفرحة والأمل بالمستقبل. حبينا نشارك العرسان بهذا العرس، بنكون إيد واحدة ومتماسكين لنزرع الفرحة بقلوب كل الشعب العربي السوري. حبينا نعمل العرس بهذا اليوم لحتى نأكد على الإلفة السورية، على إلفة الشعب السوري بمشاركة أكثر من 60 عريس اليوم، وحبينا نعمل هذا العرس لحتى نأكد على محبة السوريين وتماسك صفوفهم جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري. هذا الشيء بيدل على استمرار الحياة، وبالمناسبة اليوم كمان كان في عنا شهداء من نبل والزهراء، شهداء على أرض سورية الحبيبة، فحبوا هدول العرسان يحتفلوا بهذا اليوم. يؤكد السوريون عبر أفراحهم ابتهاجهم وإيمانهم باستمرار الحياة رغم الألم على الشهداء الذين تقدمهم في مختلف ساحات القتال من أجل عودة الوطن وحة للأمن والأمان. من نبل والزهراء مصطفى كوسى، الإخبارية السورية.